بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الأولى، النهاردة إن شاء الله نبدأ مع بعض محاضرة جديدة من محاضرات أصول ومبادئ المحاسبة 1. إحنا خلال الفترة اللي فاتت وخلال الموضوعات والمحاضرات الماضية اتكلمنا عن خطوات المحاسبة، اتكلمنا عن التحديد والقياس، واتكلمنا عن التسجيل والترحيل والتلخيص. الشكل اللي قدامنا ده بيبين العملية المحاسبية بتتم ازاي. اول خطوة عندي في العملية المحاسبية هي وجود المستندات، والمستندات دي هي اللي بينتج عنها العمليات المالية، ومن واقع هذه المستندات يتم التسجيل في دفتر اليومية من خلال نظرية القيد المزدوج. يبقى احنا اول خطوة عندي لابد ان يكون، عشان يتم عملية تسجيل لابد ان يكون عندي مستند ناتج عنه عملية مالية، وتكون المستند خاص بالمنشأة. ادخل بعد كده على دفتر اليومية اللي من خلاله بستخدم نظرية القيد المزدوج في تسجيل العملية المالية الناتجة عن المستند الذي ظهر في المرحلة السابقة. وعند الانتهاء من التسجيل في دفتر اليومية، وعند الانتهاء من تسجيل القيود، يتم الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ. باخد قيود اليومية زي ما اتفقنا اللي بتسجل فيه عن طريق القيد المزدوج، يعني عندي طرفين القيد ده لابد ان يتم ترحيله لو هو في شكله البسيط اللي هو من والى، من حساب الى حساب، يترحل الى حسابين، الى حساب الطرف المدين والى حساب الطرف الدائن زي ما احنا خدنا مع بعض. ابدأ اقفل الحسابات بتاعت الاستاذ. عندي حسابات هتبقى حسابات مغلقة، يعني الجانب المدين هيساوي الجانب الدائن، وعندي حسابات هيظهر فيها أرصدة، والحسابات اللي هيظهر فيها أرصدة الحسابات دي هتظهر معايا في قائمة المركز المالي. طيب رصدت الحسابات وقفلت الحسابات، أبدأ أعمل ميزان المراجعة بالمجاميع والأرصدة زي ما احنا خدنا المحاضرة اللي فاتت عشان اتأكد من التوازن عندي، ولو في عندي اي خطأ في المرحلة اللي فاتت يظهر قدامي. طيب خلصت ميزان المراجعة والحمد لله طلع سليم، سواء بالأرصدة سواء بالمجاميع طلعوا الجانبين متساويين، إذن انتقل الى المرحلة الأخيرة من مراحل المحاسبة وهي إعداد القوائم المالية. طيب احنا خدنا ايه لحد دلوقتي؟ احنا خدنا واحد، خدنا المربع ده والمربع ده والمربع ده والمربع ده، يبقى لسه احنا عاوزين نتكلم عن القوائم المالية. القوائم المالية احنا اتكلمنا عنها في أول محاضرة، وهتكلم عليها النهارده تاني. هعمل مراجعه على اول محاضره خدناها كجانب نظري، وهشتغل فيها جزء عملي. طيب تعالوا نبدا نتكلم في الفصل الرابع عندنا في الكتاب، النظام المحاسبي اللي هي القوائم الماليه. ده شكل قائمه المركز المالي. تعالوا كده نتذكر احنا قلنا فيها ايه قبل كده. قلنا قائمة المركز المالي تبين المركز المالي للمنشأة، تمام؟ طيب ليها مجموعة من الخصائص، شوفوا كده الشكل معايا. أول حاجة عندي أهي اسم الشركة، اسم إيه؟ الشركة. تاني حاجة إن قائمة المركز المالي
يتم إعدادها في تاريخ محدد. يعني أنا بقول في اللحظة ده هي القيم بتاعت الشركة هي القيم اللي في القايمة في اللحظة اللي أنا بعدها فيها. أنا بقول في يوم 31/12/2015 كانت أصول والتزامات وحقوق ملكية الشركة كما هي أمامنا. يبقى هي قايمة بيبين فيها اسم الشركة يتم إعدادها في تاريخ محدد. في اللحظة دي القيم دي بتساوي كذا. تمام كده؟ طيب القايمة دي بقى بتتكون من إيه؟ بتتكون من جانبين، جانب على إيد اليمين وجانب على إيد الشمال. طيب إيه اللي في الجانب اللي على إيد اليمين؟ الجانب اللي على إيد اليمين فيه الأصول باختلاف أنواعها. فيه الأصول باختلاف إيه؟ أنواعها. طيب هي إيه أنواع الأصول؟ عندي ثلاث أنواع من الأصول: أصول غير ملموسة، وأصول ثابتة، وأصول متداولة. الأصول غير الملموسة وهي الأصول التي ليس لها وجود مادي، يعني ما أقدرش أحط إيدي عليها. أشهر حاجتين، أشهر أصلين غير ملموسين هي شهرة المحل وبراءة الاختراع. الشهرة ما أقدرش أمسكها في إيدي، تمام؟ ولا براءة الاختراع أقدر أمسكها في إيدي، ده فكرة. طيب ده الأصول غير الملموسة. عندي أصول ثابتة وهي أصول ملموسة. طب ما هي الأصول الثابتة؟ هي الأصول ببساطة التي تخدم أكثر من فترة محاسبية بس كده. لا، ممكن حاجة كمان، ممكن نقول الأصول الثابتة زي ما قلنا قبل كده اللي هي الأصول اللي يصعب تحويلها النقدية، الأصول اللي ما بتتغيرش باستمرار. أصول بتفضل قاعدة عندي فترة طويلة ما بتتغيرش ثابتة. زي ايه؟ المباني بتاعت الشركة، مباني المصنع، الآلات اللي موجودة في المصنع، السيارات، الأساس، أي حاجة ثابتة بتفضل ثابتة بنقول عليها أصول ايه؟ ثابتة. طب النوع الثالث الأصول المتداولة. والأصول المتداولة هي أصول أيضا ملموسة. زي ايه؟ او هي ايه الاول قبل ما نقول زي ايه؟ الاصول المتداولة هي الاصول التي تتغير باستمرار ويمكن تحويلها الى شكل نقدي بسهولة. زي ايه؟ زي النقدية، زي البضاعة، زي اوراق القبض، زي المدينون. ده جانب الاصول. أما الجانب الآخر فهو فيه حاجتين، فيه التزامات وفي حقوق ملكية. التزامات ببساطة هي ديون على المنشأة طرف الغير، هي ديون على المنشأة طرف الغير. زي إيه؟ زي الدائنون وأوراق الدفع. طيب الجزء الثاني حقوق الملكية، وحقوق الملكية دي هي حقوق ملاك الشركة. حقوق ملاك ايه؟ الشركة اللي هي عبارة عن رأس المال اللي هم حطوه في الشركة والأرباح المحققة خلال العام. طبعا ده احنا كنا خدناه قبل كده كتعريفات، النهاردة بنراجع عليه عشان عاوزين ناخد مثال عملي، ميزان مراجعة نعمل منه قائمة مركز مالي وقائمة دخل. طيب قيمة الدخل، قيمة الدخل هي قائمة تبين نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة عن طريق مقابلة الإيرادات بالمصروفات. يعني أنا بجيب الإيرادات بتاعتي أطرح منها المصروفات، لو الرقم طلع بالموجب يعني الإيرادات أكبر من المصروفات إذن المنشأة تحقق ربح. أما إذا كانت النتيجة بالسالب، يعني معنى كده إن المصروفات أكبر من الإيرادات، إذن تحقق المنشأة خسارة. هناك مجموعة من الخصائص
التي تميز قائمة الدخل. واحد قدامنا اهو اسم الشركة، تمام. اتنين لابد ان تعد قائمة الدخل عن فترة محددة. يعني دي حاجة مهمة قوي، خدوا بالكم. احنا قلنا قائمة المركز المالي في تاريخ محدد، يعني بقول في اليوم ده هو كانت القيمة اهي. اما قائمة الدخل لابد ان تعبر عن مدة، لها بداية ولها نهاية، يعني اقول من والى. طيب انا قلت هنا قائمة الدخل عن السنة المنتهية في 31/12، اذا المدة التي تشملها قائمة الدخل هي من 1/1 الى 31/12. قائمة الدخل يوضع في الجانب المدين، يوضع في الجانب المدين المصروفات، وفي الجانب الدائن الإيرادات، تمام كده. يبقى إذن يوضع في قائمة الدخل في الجانب المدين المصروفات وفي الجانب الدائن الإيرادات، تمام كده. طيب تعالوا بقى ادي ميزان مراجعة بالأرصدة، عاوزين نعمل منه حساب قائمة المركز المالي، تمام، وعاوزين نعمل منه قائمة الدخل. ببساطة أي مصروف أو أي إيراد، أي مصروف أو أي إيراد مرتبط بالسنة، مرتبط بالفترة اللي احنا فيها اللي هي خلال من 1/1/2015 حتى 31/12/2015 توضع في قائمة الدخل. اي مصروف او اي ايراد مرتبط بالفترة دي يوضع في قائمة الدخل، اما الباقي فيوضع في قائمة المركز المالي كلا حسب طبيعته. طب تعالوا نمشي بند بند الاول ونشوف البند ده ممكن يروح فين والبند ده يروح فين، وبعد كده نتفق هنشتغل ازاي. اول بند عندي نقدية بالصندوق، ده لا مصروف ولا ايراد، ده نقدية موجودة عندي، اذا مكانها قائمة المركز المالي. نقدية بالبنك نفس الكلام، سيارات ده اصول. طب ما تيجي نزود او حتة كده واحنا بنتكلم نقول ده اصول ثابتة ولا اصول متداولة ولا حقوق ملكية ولا ايه. طيب نقدية بالصندوق اصول متداولة، نقدية بالبنك اصول متداولة، سيارات اصول ثابتة، الايجار. واحد يقول الايجار مصروف، اقول له اصبر، احنا اتفقنا قلنا ايه، مصروف او ايراد خاص بالفترة. معنى اللي انا ادفع ايجار مقدم، يعني ايجار عن السنة الجاية مش مرتبط بالفترة دي، هيظهر في قائمة المركز المالي كايجار مقدم. الاساس اصول ثابتة، ايرادات دعاية واعلان. الايرادات دي بقى تروح فين؟ الايرادات دي هنقوم نعلم عليها، دي هتروح ان شاء الله قائمة الدخل. طيب في انهي جانب؟ الجانب الدائن. الدائنون قائمة مركز مالي في جانب الالتزامات، مطبوعات وملصقات، ها، قائمة مركز مالي، ادوات ومهمات مكتبية قائمة مركز مالي، انارة وكهرباء مصروف، المدينون قائمة مركز مالي، ايجار محصل مقدما قائمة مركز مالي، اجور ورواتب قائمة مركز مالي، رأس معلش قائمة دخل، رأس المال. رأس المال ان شاء الله ان شاء الله هيتحط فين؟ في قائمة المركز المالي. طيب تعالوا نبص تاني بقى. يبقى اذا البنود اللي هتتحط في قائمة المركز المالي هي النقدية بالصندوق ونقدية بالبنك، تمام، والسيارات والإيجار المقدم والأساس. أما إيرادات الدعاية والإعلان فستوضع في قائمة الدخل، توضع في قائمة إيه؟ الدخل.
الدائنون في جانب الالتزامات، في جانب الالتزامات فين؟ في قائمة المركز المالي. المطبوعات والملصقات دي برضو مصروفات على فكرة، هتتحط في قائمة الدخل. أدوات ومهمات مكتبية دي من ضمن الأصول، إنارة وكهرباء، مدينون، إيجار محصل. طيب تعالوا بقى نشوف كده، أهي قائمة الدخل تحط فيها الأربع بنود اللي احنا قلناها، مطبوعات وملصقات، إنارة ومياه، أجور ورواتب، إيرادات دعاية وإعلان. طلع عندي رصيد هنا اهو. طب الرصيد ده ظهر، أنا قلت ليه عليه ربح؟ لأن الرقم بتاع الإيرادات أكبر من المصروفات اللي هما مجموعهم كام؟ تمنتاشر ألف، تمام كده؟ طيب يبقى إذن النتيجة بتاعت منشأة أجروسيد للدعوة والإعلان ربح. طيب قيمة المركز المالي، ما هي قدامنا أهي الأصول المتداولة، حد نقدية والبنك والمدينون وأدوات مهمات مكتبية وإيجار مقدم، الأصول الثابتة اللي هي الأساس والسيارات، الالتزامات دائنون وإيجار محصل، حقوق الملكية اللي هي كانت رأس المال، وحطينا الأرباح. ما ننساش الرقم ده مهم قوي لأن ممكن يتنسى، ده اللي جه منين؟ من قائمة الدخل، تمام كده؟ طيب الفصل الخامس عاوز اخد منه نقطة صغيرة كده، وان شاء الله سيتم استكماله في الفصل الدراسي التاني، بس انا عندي نقطة عاوزكم تعرفوها كويس قوي، ان في عندي في المحاسبة اساسين مستخدمين. الاساس الاول هو اساس الاستحقاق، والاساس الثاني هو الاساس النقدي. ببساطة عشان افرق بين الاتنين، الاساس النقدي معناه ان انا ما بسجلش او ما بعترفش باي عملية الا اذا نتج عنها يا اما دخول فلوس او خروج فلوس. الاساس النقدي معناه ان المنشأة ما هتسجلش اي عملية عندها الا اذا دفعت فلوس او اخدت ايه؟ فلوس. ده الاساس النقدي. امال ايه اساس الاستحقاق؟ لا، اساس الاستحقاق بقولك لا يسجل في الدفاتر ولا يحمل على الحسابات الا ما يخص الفترة المحاسبية. يعني انا دافع ايجار 13 شهر، دافع ايجار 13 شهر، في ظل الاساس النقدي هسجل الايجار اللي انا دافعه خلال 13 شهر. ليه؟ انا الاساس عندي الدفع والتحصيل. اما في اساس الاستحقاق سوف اسجل الايجار المستحق عن 12 شهر فقط. اما ايجار الالف جنيه اي الشهر الزيادة سوف يظهر في قائمة المركز المالي تحت مسمى ايجار مقدم. يبقى معنى كده ان الايجار المقدم، الحسابات المقدمة سواء ايراد مقدم او مصروف مقدم او ايراد مستحق او مصروف مستحق، سوف تظهر في حالة واحدة بس اللي هي اتباع اساس الاستحقاق، وهو الاساس الغالب تطبيقه في المحاسبة. ولكن يجب معرفة ان في عندي اساسين بيتم تطبيقهم في المحاسبة، الاساس النقدي واساس الاستحقاق. يبقى تاني، اساس الاستحقاق لا يتم تسجيل الا ما يخص الفترة، اما الاساس النقدي لا يتم التسجيل في اي من الدفاتر الا اذا تمت عملية يا اما دفع فلوس او عملية تحصيل ايه؟ فلوس. وبكده نكون ان شاء الله خلصنا المحاضرة، والى اللقاء في المحاضرة القادمة باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.